يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يدعي بعض الناس أن الأموات يأتونه في المنام ليخبروه بما يقع في بيته وهو غائب، وأنهم يأتونه في المنام ليشكروه إن عمل لهم عملا صالحا، فهل يعلمون ذلك ويخبر الحي به؟ نعم. يقول يدعي بعض الناس أن الأموات يأتونه في المنام ليخبرونه بما يقع في بيته وهو غائب، ليخبروه بما يقع في بيته وهو غائب، وأنهم يأتونه في المنام ليشكروه إن عمل ليس هؤلاء هم الأموات، وإنما هؤلاء شياطين كما سبق لكم. نعم، يأتون إليه في منامه أو حتى يراهم في اليقظة ويقول أنا فلان، وكل هذا كذب. هؤلاء شياطين، ليس الأموات لا يمكن أن يأتوا يرجعوا إلى الدنيا. الميت لا يأتي بالشرك ويمر بالشرك وهو ميت أبدا. نعم.